يقول: أنا مقيم بالرياض وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي فريضة الحج إذا أكملت إجراءات الحج، وأريد أن أذهب إلى المدينة لأنه عندي أغراض أريد أن أضعها عند أقاربي في المدينة بإذن الله، فأريد السفر إلى بلدي من هناك، فهل أحرم مع حجاج المدينة أم القادمين من الرياض؟ وجزاكم الله خيرا. السائل لا ندري هل هو سيذهب إلى المدينة أولا عن طريق المدينة، إن كان كذلك فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة المسماة أبي العلي، أما إذا كان يريد أن يذهب من طريق الرياض الطائف فليحرم من قرن المنازل ميقات أهل الطائف وأهل نجد، ثم يأتي بالعمرة ثم يخرج إلى المدينة. هذا هو التفصيل في جواب سؤاله، أنه إن كان يريد الذهاب عن طريق المدينة إلى مكة أحرم من ذي الحليفة التي تسمى أبي العلي، وإن كان يريد الذهاب من الرياض إلى الطائف أو إلى مكة عن طريق الطائف فليحرم من قرن المنازل المعروف بالسيل الكبير. نعم، بارك الله فيكم.